هذا الفيديو اللي غتشوفوا معنا ديال واحد منشئ محتوى في كوت ديفوار عنده ازيد من 32 مليون متابع. الفيديو اللي غتشوفوا معنا ديال واحد منشئ المحتوى ايفواري عنده 32 مليون متابع كيبين القصة الكاملة لفوز الكوت ديفوار بكأس افريقيا، كيبين الدعم اللي قدم له المنتخب الوطني وبينه بواحد الطريقة صامتة واللي نالت احسان واعجاب المتابعين ديالو. هاد السيد هذا الا دخلتوا عنده القناة ديالو غتلقاو تيتحدث على المنتخب الوطني، كيتحدث على المغرب وكيتحدث على المساعدة ديال المنتخب الوطني بالنسبة للمنتخب الايفواري. كملوا معنا الفيديو حتى الاخر تفهموا اش وقع. هذا الشيء اللي وقع المغرب مشى باش يحل المنتخب الايفواري ويرجع بحاله. خليكم على خير، السلام عليكم خوتي المغاربه.